أخي يدرس بكلية خاصة احتاج أموالا أكثر مني بكثير، أنا أطلب من أبي التسوية؟ لا يلزم، لأن احتياجات الأبناء تختلف. فالهبات المسببة، الهبات المسببة جائزة. يعني مثلا افترض أن ولد من الأولاد مرض واحتاج إلى أن ينفق عليه مبلغ طائل، لا بأس. احتاج أن ولد من الأولاد تنكب عن حاجة، مثلا أصاب حادثة سيارة، فأنا له مبلغا دون غيره. بنت جاءت تتزوج فأكرمناها عند الزواج بعفش كثير. فمثل هذه الأشياء يعفى عنها، بارك الله فيك.